أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هذه الكتيبات الصغيرة التي تباع أمام المسجد الحرام بعنوان مناسك الحج والعمرة، مع العلم أن فيها تخصيص بعض الأدعية في كل شوط مع إقام ركعتين في الحجر؟ هذه الكتيبات الأدعية التي فيها ما فيها محذور، الأدعية ما فيها محذور، قرأت وصححت ولا فيها محذور، ولكن الذي يطوف أو يسعى يدعو بما تيسر له، ما هو يدعو من كتاب، يدعو بما تيسر له، أو يقرأ القرآن أو يشتغل بالتسبيح والتهليل والتكبير، فليس بحاجة إلى هذه الكتيبات. بل كونه يدعو هو من نفسه ويختار الأدعية هو، هذا أفضل، أفضل له من أنه يقلد كتاب ويقرأ كتاب، وربما أنه جماعة يجتمعون واحد يدعو والباقين يرددون وراه، هذا غير مشروع. لكن ما نقول إن الكتاب هذا إنه فيه محذور، لأن الأدعية التي فيه حسب ما قرأنا ليس فيها محذور، إلا إن كان عثرتم على كتيبات فيها أدعية غير مشروعة لابد أنكم تعرضونها على رئاسة المسجد الحرام.